تتزايد مخاوف أصحاب وسائقي الشاحنات من أزمة وقود محتملة تتعرض له البصرة، وذلك بعد تحديد حصة مقدارها 200 لتر لكل شاحنة من مادة الغاز، مما تسبب بتوقف عمل المشاريع وقطع أرزاق أصحاب الدخل المحدود. هاي السيارات كلها منع دائم عليها، منع منع، ما يفول ما يفول. هاي سيارات ضالة ما تقبل تطلع. يا مدير المنتجات النفطية فرع البصرة، شوفوا لهم حال. ألف رحمة على والديك، ترى الناس اللي تاكل خبزه مو مثلكم موظفين قاعدين ومرتاحين، رواتب تجيكم. هاي السواق كلها عدا عوايد. تقف الطوابير من الشاحنات بانتظار الحصول على ماده الجايزلوين التي حددتها شركه المنتجات النفطيه ب 200 لتر فقط لكل شاحنه كحصه رئيسيه لثلاثه ايام. هاي ال 200 سياره هسه الموجوده بالميناء، يا سياره تروح تطببها للبنزينخانه تطلع عليها منع. منع يابا شنو المنع؟ قال منع دائمي. تروح تغير بنزينخانه وقال لك منع. يعني يعني هاي السيارات هل يا ترى كلها عليها منع؟ شنو 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 سببها ما نعرف. كروه نفسها والغاز صعد عليها الغاز، هو يطولنا كفيلك العباس ثلاث ايام توسل بيه تواسيل، يلا يعطيك 200 لتر. عليك منع وعليك منع، عوزك بس تبوس ايدي. ازمه خانقه بالوقود تلوح في الافق ستعصف اكبر محافظه منتجه للنفط في العراق. البصرة التي تعطي قرابة 4 مليون برميل يوميا تعاني من شحة المنتوجات النفطية التي ستعطل حركة التجارة والمشاريع وقطع أرزاق أصحاب الدخل المحدود. احنا شنو ذبنا؟ التاير صار أغلى تاير 800 ألف أخوي، دولار صاعد، الدهن صعدوا علينا، غاز نتوسل بالمحطات ماكو، وهاي الوادم كلها صاحبين عوائل تأذينا. يا غاز الطب لها ما عليك منع، يصورون سيارتك مدري شنو. صعد الدولار، صعد علينا التاير، صعد علينا الدهن، صعد علينا اجور الحداديه، الطسات والمشاكل اللي بالشارع، زين يفرون على الاستراتيجي ساعه زمان انت تمشي، زين طسات والشغله يعني كلها تعبانه. فاحنا متظاهرين هنا مظاهره سلميه، زين لا قطعنا شارع ولا حرقنا تاير، زين لا شيء، ناس كلها محترمه وكلها ناس ولد عشاير وكلها ناس فقره وتريد تعيش. قرار فاجأ الجميع، تحديد حصه الجايزلوين ب 200 لتر، الامر الذي ينذر بازمه اقتصاديه خانقه سيتعرض لها أصحاب الدخل المحدود وسائقي الشاحنات الكبيرة. إيهاب نجم، قناة وطن، مدينة البصرة.